السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة عندنا شغلانة جديدة، وهي إن احنا هننحت البادج اللي انتوا شفتوه ده في الصورة اللي هي قدامكم حاليا. يعني البادج ده هو شعار سلاح المشاة المصري، ده طلبه حد في الجيش المصري يعني، وعايزه نحت بارز. تمام، عايزه طبعا هو في مقاس 90 سنتي او متر مثلا. فطبعا اول خطوة انا عملتها ان انا زي ما انتم شايفين كده كبرت او طبعت الشعار او الصورة من على النت يعني، وطبعتها في ورقة A3 زي ما انتم شايفين من حجم الكبير، على اساس بعد كده هكبرها واخليها المقاس اللي هي ان شاء الله 90 سنتي. تمام، عشان اعمل الرسم ده بدقة مش هحاول اني اخد الصورة وانجلها كده بالشكل، لا انا هعملها بطريقة المربعات افضل، ودي افضل طريقة لما بنحب نعمل حاجة بدقة عالية يعني ما يبقاش فيها اي فرصة للغلط، اللي هي طريقة المربعات، كاني بكبر حاجة من المقاس الصغير ده للمقاس الكبير بطريقة المربعات. اول خطوة بعملها ان انا هربع الصورة ديت، اقسمها لمربعات صغيرة، وبعد كده بنجل المربعات ديت للورقة الكبيرة اللي هي مقاس 90 ان شاء الله، وهنبدأ نشتغل عليها بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده احنا قسمنا الرسمة بتاعتنا لمربعات صغيرة، انا طبعا صغرت المربعات زي ما انتم شايفين بقدر الامكان عشان الشكل فيه حاجات تفاصيل رفيعة جدا، وانا حابب انها تطلع بكل دقة يعني. قسمت المربعات طلعت معايا 28 مربع، على اساس كل مربع سنتي، 28 مربع يعني كل مربع من دول سنتي، 28 كده 28 كده. انا في الصورة الكبيرة في الورقة الكبيرة اللي انا هشتغل عليها ان شاء الله هحول المربعات دول، عايز 28 مربع برضو افقي، 28 مربع رأسي، المجموع بتاعهم لما اجمعهم يدوني متر او يدوني 90، خليني اقول 90 سنتي، خلاص انا قررت اعملها 90 سنتي خليها 90 سنتي. يعني عايز ال 28 مربع دول اقسم 90 سنتي واشوف المربع هيبقى كام، يعني اقسم 90 سنتي على 28 واشوف المربع هيطلع كام. هربع ان شاء الله الورقه الكبيره اللي هشتغل عليها باذن الله، وبعد ما اخلصها واربعها باذن الله هنشوف هنشتغل عليها ونرسمها ازاي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه عملنا الرسم اللي هنشتغل عليه، الرسم الطبيعي بالمقاس الحقيقي اللي هنشتغل عليه اللي هو المقاس 95 سنتي. دلوقتي ان شاء الله هنبدا في مرحله تنفيذ الجبس باذن الله. عندنا حاجه طبعا، انا مش الجزء ده زي ما انتم شفتوا كده في الصوره فيه ثلاث خطوط، فانا من الافضل ان ما نحدش الخطوط دي بايدي، هخليها تتعمل بصاجه يعني وتطلع معايا بشكل ايه دايرة مظبوطة يعني. انا لو عملت الدايرة او الشكل ده نحته ولفيته وجبس يعني وبدأت اعمل الحاجات الرفيعة دي، صعبة جدا في انها تنحت نحت بارز، بالذات الحاجات الرفيعة والخطوط الصغيرة دي هتبقى صعبة جدا في النحت البارز. طيب انا ينفع انحتها نحت غائر يعني وهي في الصورة بارز؟ مش هينفع طبعا، زي ما هي في الصورة بارزة لازم النحت بتاعها يبقى بارز. ايه الحل في الحاله ديت؟ ان انا اعمل الجالب او اعمل عكس الشغل ده، يعني انحت حته غائره بس تبقى معكوسه، تبقى مكتوبه شمال يعني عشان تبان اكتر او الفكره تبان اكتر معايا، يعني كلمه المشاه ديت بدل ما يبقى الالف على اليمين هيبقى الالف على الشمال، فتبقى معكوسه بس منحوته غائر، لما اجي اصب عليها هتطلع معايا الحته معدوله ويطلع النحت بارز. هيبان الكلام ده اوضح معانا ان شاء الله واحنا شغالين. الخطوه الاولى ان احنا نعمل الداير ده، نقص صاجه للداير بالشكل ده يطلع معايا الدوران، نعمل الدوران ده قص صاجه ونعمل الدوران ان شاء الله وهنشوف هنشتغل مع بعض ازاي. كده يا جماعه احنا بعد ما قصينا الصاجه اللي هندف بيها الدوران بتاعنا زي ما انتم شايفين، وعملنا لها الخشب بتاعها وعملنا المركز، هنبدا نلفها ان شاء الله على البنك ونعمل الدايره اللي هنبدا ننحت عليها الشكل بالمقلوب.
كده احنا خلصنا اللي هنشتغل عليه اللي هنعمل عليه الرسم. بس ده يا جماعه زي ما انا قلت ده المقلوب بتاع الشغلانه، يعني كانه هو ده الجالب. هننحت غائر هنا فيطلع ان شاء الله لما نصب عليها يطلع بارز باذن الله. ودلوقتي احنا بعد ما خلصنا البلاطه اللي احنا عملناها لفيناها حطينا عليها الورق اللي احنا رسمنا عليه بس على المقلوب، يعني ده الوش بتاعها حطيناها كده، فبيجي ده الظهر بتاعها. تمام، احنا كده لما هنطبعها او هنرسمها هتطلع معانا معكوسه من الشمال لليمين يعني. تمام، هنطبعها بالكربون، يعني نحط الكربونه في المكان اللي هنرسم فيه. وكده يا جماعه يبقى احنا طبعنا الرسمه كلها زي ما انتم شايفين، ما عدا حاجات بس هتبدا على الدوران دي هنطبعها بعد ما نخلص الشغل في الدوران ده في زي الكتابه يعني مثلا، لان الكتابه دي المفروض مكانها يتسد وبعد كده نكتب عليه. تمام، بعد كده هنخلع الرسم بتاعنا. وكده يبقى عندنا ايه الرسم على الجبس. الرسم على الجبس ده معكوس، وهنبدا نلحق كل الشغل الرفيع اللي هي زي الدبابات والحاجات اللي زي كده، الحاجات الرفيعه اللي هي مش ممكن مش من السهل ان احنا ننحتها بارزه يعني. لما هننحتها غطسه ونعمل الجانب وان شاء الله هنكمل الباقي باذن الله. كده يا جماعة احنا خلصنا كل النحت الغائر الغاطس يعني في كل اللون اللي هو هيبقى بارز ان شاء الله في الشكل الاصلي. انما شكل العسكري ده طبعا لانه هيبقى البروز بتاعه بروز عالي ما كانش ينفع ننحته غائر هنا، هنبدأ نزود له ان شاء الله عجين في الحتة اللي احنا هنشتغل عليها وننحته بارز في، لان في تفاصيل ما تنفعش ايه تتنحت كده بالشكل ده. فاحنا حددنا بس خطوط رفيعه كده هتطلع معانا، وبعد كده ان شاء الله وعملنا الاطار ده عشان خاطر نصب جوه ديت الحته الاصليه اللي هنشتغل عليها، وان شاء الله هنصب القطعه ديت وباذن الله هنبدا بعد كده ننحت في الحته الاصليه. وده الجانب اللي احنا عملناه ده كله هيبقى ملوش لازمه بعد كده، هنكسره ان شاء الله.
وكده يا جماعه دي الحته اللي احنا هنشتغل عليها، ودي الحته اللي هياخدها الزبون، دي الحته الاصليه. بعد ما احنا طلعت الحته اللي انتم شفتوها ديت، الجالب اللي احنا عملناه وجالب هالك اتكسر طبعا مش عايزينه تاني، وده النحت اللي احنا كنا نحتناه غاطس كله طلع بارز اهو. لكن انا لو حبيت انحت نحته زي كده بارزه تبقى متعبه جدا 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 عشان اعمل التفاصيل، لكن شفتوا انتوا لو نحتها في الغاطس كانت بسهوله وبتطلع معايا نظيفه بالشكل كده. هيفضل معانا الجندي ان شاء الله، هنعمل له العجين بارز، يعني هنعمل كل التفاصيل دي ويبقى حي كده بكل تفاصيله. انما الحاجات الرفيعه انتوا شايفينها دي خلاص دي هتتصنفر وتروج، وهي كده زي ما هي في الصوره بالظبط كده، ايه ما فيش يعني ما فيش فيها حاجه ايه هتتعمل ازيد من انها تتصنفر وتتروج وكده.